سيدنا، بما جرى من أحداث ابتداء من عمليات القصف الوحش الذي مارسته أمريكا على شهدائنا في الحشد الشعبي إلى حرق السفارة الأمريكية، هل تحولنا إلى حديقة خلفية للصراع الأمريكي الإيراني؟ وهل فعلا قد ابتدأ الصراع من هنا؟ أولا تحية خاصة لك ولضيفك الكريم السيد أبو رغيف ولقناتكم الفاضلة. أستاذ نجم، كما تعلم الصراع هو ليس حديث الولادة، الصراع قديم اليوم بين إيران وأمريكا، لكن هذا الصراع أعتقد لا يتحمله إلا من أتى حقيقة بالأمريكان ووضع الأمريكان في أرض العراق. اليوم ما حدث اليوم من هجمة، طيب من الذي أتى بالأمريكان على أرض العراق؟ والله حتى نلعنه ندعي الله عليه. نعم ياهو جابهم خويا. أستاذ نجم، من أتى بالأمريكان هو اجتماع لندن والمعارضة العراقية وإسقاط بغداد في عام 2003، واتفق مع الأمريكان على احتلال العراق وتغيير النظام. هسه لا نختلف أنه النظام السابق نظام دموي ونظام دكتاتوري ونظام بعثي، ولكن هنا اختلفت الآراء بعد اتفاقية 2008 التي أبرمها السياسيين وكبلت العراق ما كبلت من أموال مالية. هذه الاتفاقية الأمنية هي التي أوصلتنا إلى اليوم ضرب، هل تبرئ أحدا وضرب السيادة سيدنا العراقية الجليل؟ نعم، هل تبرئ أحدا أو كتلة أو قائدا بأنه سابقا وبعد عام 2003 لم يكن متعاملا مع الأمريكان؟ طبعا جميع الكتل الموجودة حاليا في الساحة السياسية والسابقة في الدورات القديمة من الانتخابات، نعم، كلهم كانوا مشاركين على طاولة واحدة مع الأمريكان. لا نستبعد شخص معين أو شخصية معينة أو كتلة معينة.